السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نبدأ معاكم كده الجزء اللي هو بتاع الـ Gear Manufacturing. إحنا هنشتغل معاكم يمكن حوالي 3 أسابيع إن شاء الله، ربنا يتمهم على خير يعني إن شاء الله. بعد كده الدكتور محمود زكريا هياخدكم آخر أسبوعين. الجزء اللي أنا هشرحه هو الـ Gear Manufacturing Process، بس التركيز إحنا مش يعني هنبص على عمليات الفورمينج كده في نص ساعة، إنما التركيز كله على مين؟ على عمليات المشينينج. فالبلوك ديجرام اللي قدامنا ده بيوضح كل الإيه؟ العمليات اللي ممكن تتم على اللي من خلالها ممكن نصنع التروس. في عمليات اللي هي الفورمينج، وفي عمليات اللي هي المشينينج. هنتكلم في البدايه دلوقتي على عمليات الفورمينج كريفيو سريع كده عشان ناخد فيه اكتر من تلت ساعه، انما الجزء بتاعنا في خلال 3 اسابيع هو الجزء الاخر ده اللي هو الجزء بتاع المشينينج. ناخد الفورم ميلينج رافينج، هنا راف كات، تعرفين ان في اي عمليه قطع معادن بنعمل راف كات وبعدين بنعمل فينيشنج. راف كات هو الفورم ميلينج، الراك جنريشن، الجير شيبنج والهوبنج، دول ال4 حاجات اللي ايه هنتكلم فيها. وعشان الوقت برضه هنختصر على تصنيع الترس اللي هو السبير جير والترس اللي هو الهيليكال جير، مش هنخش في البيفل ولا الانواع الاخرى ولا الورم ولا الكلام. هنعرف بس ازاي بنقطع ترس السبير والهيليكال بال4 عمليات دول: الفورم ميلينج، الراك جنريشن، الجير شيبنج، الهوب. عمليات الفينشنج هي الشيفنج والجرايندنج والبرنشنج واللابنج والهونج، ودي هتبقى محاضره واحده هنتكلم على الفينشنج ده كله ايه مرة واحدة. انما الجزء اللي هياخد مننا المجهود هو ايه؟ التركيز عليهم ال4 عمليات دول: فورم ميلينج والراك جنريشن والجير شيبنج والهوب. بداية نتكلم على الفورمينج كده، ناخدهم بسرعة كده اللي هم الكاستنج والسنترينج والانجكشن مولدنج والاكستروجن والكولد دروينج والستامبنج بري فورمينج والفورشنج. بيقول لك هنا الجيرز بتنقسم لإيه؟ العمليات بتنقسم لفورمينج وماشين. الفورمينج اللي هو اللي احنا قلناه العمليات ده إيه؟ طيب الفورمينج فيه ميزة: in all tooth forming operation the teeth on a gear are formed all at once. يعني مثلا انت عندك اسطمبة بتعمله فورجينج، تحط الحديد وبتكبس الحديد جوه الاسطمبة، بيطلع الترس كله ايه في خبطتين ثلاثة. بتعمل مثلا كاستنج، بتعمل قالب مولد، بتصب فيه المعدن، فالترس كله بيطلع ايه مرة واحدة. دي ميزه في الايه؟ في الفورمينج. يبقى احنا اول معلومه نعرفها ان الفورمينج فيه ميزه، الميزه ان هو بيطلع لي الجير كله ايه؟ مره واحده. ومهما كان شكل الجير معقد، ممكن اعمل جزء من جير، ممكن اعمل كلاستر وهكذا، كلاستر يعني ترسين ماسكين في بعض. بيقول لك هنا الكاركترستيك بتاعت الفورمينج: the teeth on the gear are formed all at once from a mold or die into which the tooth shape have been machined. ادي اول معلومه بالنسبه للفورمينج. المعلومه الثانيه اللي هي الاكبس بقى بتاعه التيس، ديبند على مين؟ ديبند عن الكواليتي بتاع الضاي. حسب الكواليتي بتاعه الضاي بتطلع الاكبس بتاعه الايه؟ الترس. بس عموما in general it is much less than that be obtained from roughing and or finishing. يبقى ادي معلومتين قلناهم. اول حاجه ان في ميزه advantage في الفورمينج اوبريشن، ان بتديني الجير كده ايه مره واحده كله على بعضيه كده، ما بقعدش افتح سنه سنه او ايه
او اعمل البور والكلام ده كله، ابقى اخد الجير كله حته واحده كده على طول في خبطه واحده. المعلومه الثانيه ان الدقه بتاعه الاكيرسي بتاعه الفورمت جير ديبند على مين؟ على الكواليتي بتاعه الضاي. كل ما الضاي الكواليتي بتاعته الاكيرسي بتاعته عاليه والسيرفيس فينش بتاعه عالي، كل ما يطلع الترس ايه بجوده عاليه. طيب المعلومه الثالثه في الباراجراف ده، الباراجراف ده مهم، ان most of these method اللي هي الفورمينج have high tooling cost، يعني الاسطمبه بتبقى مكلفه. يمكن مثلا سباكه الرمل ما هيش مكلفه، ولا انها برضه مكلفه ايه من ناحيه انك بتعمل باترن، فمش هينفع برضه انك تعمل لي باترن وتصب حته واحده. ما ينفعش اعمل اسطمبه بتاعت انجكشن مولدنج وعشان ايه؟ عشان ترس واحد او ترسين او 10. فهي التولينج كوست في الفورمينج غاليه، وبالتالي ميكينج زيم سوتبل اونلي فور هاي برودكشن كواليتي. يبقى خد بالك من الباراجراف ده، لان الباراجراف ده مهم، لان بتيجي الاسئله اللي هي ايه؟ قول الادفانتج بتاعت الفورمينج، الاكسي بتاعت الترس اللي بيتعمل فورمينج ديبند على ايه؟ جيف ريزون اللي هو ليه الفورمينج ميثود بتبقى اونلي سوتابل فور هاي برودكشن، هتقول لان التولينج كوست بتاعتها عاليه. اوكي؟ فالباراجراف ده كمقدمه لعمليات الفورمينج، بس بيحتوي ثلاث نقط في غايه الاهميه، اللي هي ان ميزه الفورمينج اللي بيطلع لي الترس مره واحده بانتاجيه عاليه، الاكيوسي بتاعته ديبند على الاكيوسي بتاعت الضاي، ولكن في معظمه هي اقل من الترس اللي بعمله بقطعه على المكنه، بعمله بالميتال كاتنج. وكل اغلب عمليات الفورمينج ان لم تكن كلها مناسبه فقط للهاي برودكشن، ما تنفعش الايه؟ للباتش الصغيره ال 20 و 30 ترس، مش هينفع الكلام ده. هنا اول عمليه فورمينج اللي هي الكاستنج، فاحنا ممكن نصنع الترس بالساند كاستنج او بالداي كاستنج او الانفستمنت كاستنج اللي هي الايه؟ السباكه بالشمع المفقود. مش هنخش في التفاصيل، مش هنتكلم على الساند كاستنج، انما هنقول الكاركترستيك بتاعتنا الترس اللي بتطلع ايه. طبعا زي كل عمليات الساند كاستنج، لو كواليتي جير، لو كواليتي جير الاكيرسي بتاعتي ما بتطلعش ايه عاليه، ولا السيرفيس فينش عالي. التول كوست هنا في سباكه الرمل بتبقى ريزنبل، ما هياش غاليه قوي، بور سيرفيس فينش ودايمنشن اكيرس. نويزي التوز هتطلع عشان اللي هو الدايمنشنز اكيرس والبور سيرفيس، فلما تيجي تشغلها يبقى الايه النويز بتاعك عالي. سوتد فور نون كريتيكال ابلكيشن. نون كريتيكال ابلكيشن يعني ايه؟ ما تعملش مثلا ترس في طياره او في قطر تعمله ايه بالساند كاستنج، يعني دي كريتيكال ابلكيشن ما ينفعش فيها. ما هي سوتابل لايه؟ للاحجام الكبيره بالذات. يعني بص هنا بقول لك السيمنت ميكسر بارل، شوف انتوا اللي هي الخلاطات بتاعه الاسمنت، عربات الاسمنت اللي ماشيه في الشارع، تبص تلاقيها بتلف، فالكونتينر بتاعها بتلاقي عليه ترس، وفي ترس بنيون صغير كده بيلف في الترس الكبير اللي هو الحله الكبيره دي عشان الاسمنت ايه؟ ما يشكش. فالترس الكبير ده بعمله ايه؟ اعمله لان حجم كبير قوي، بعمله ساند كاستنج. الهوست جير بوكس اوف دام جيت ليفتنج ميكانيزم، البوابات بتاعت القناطر، الفتحات بتاعت القناطر بيبقى ليها بوابات كده، وبعدين بتتفتح وتتقفل بايه؟ بتروس، تروس وتروس على جنازير والكلام ده كله، التروس دي تعمل ساند كاستنج. الهاند اوبريتد كرين، كلكم بتشوفوا دلوقتي المباني بيجي يطلع رمل ولا يطلع سيراميك والكلام ده، يحط ايه؟ كرين اللي هو بيسموه هاند اوبريتد كرين، بيبقى على السقف كده ويشغله، وده بيبقى فيه ترس دوده كبير، ده ممكن يتعمل بايه؟ برضه ساند كاست. فالاحجام الكبيره دي واللي هي مش محتاج فيها اكيرسي ولا تبقى النويز بتاعتها مش مشكله، ممكن تعمل ايه؟ ساند كاست.
الماتيريال بتاعتنا بتبقى غالبا كاست ايرون، لان ده هو ده المشهور في عمليه الايه الكاستنج والبرس والكاست ستيل. The process is confined to large gears that are machined later to require the action. طيب بص الاحجام اهي، دي احجام التروس اللي بتتعمل بالايه بالساند كاست. تحسن شويه الموضوع، تعمل داي كاستنج. داي كاستنج انت ايه تضغط المعدن في قالب حديد، فالقالب بيبقى الاكيوس بتاعته احسن، فهنا بياخد بيتر سيرفيس فينش، بس التول كوست يبقى اعلى طبعا، الاسطمبه تبقى اغلى. وبعدين ما تعرفش تعمل الحاجات الضخمه، تعمل الحاجات الصغيره زي مثلا الواشنج ماشين لو فيها تروس، الجير بامب، السمود، التروس برضه الايه تروس في الكاميرا، كلام من ماتيريال زنك والومنيوم باس. طيب الانفستمنت كاستنج برضه الحاجات الايه اللي هي سيرفيس فينش عاليه واكريسي عاليه ممكن اعملها بالايه بالانفستمنت كاستنج. خد بالك انا ايه بمشي الحاجات الاساسيه بس على في هذا الموضوع. نيجي موضوع البي ام، بي ام بروسيس اللي هي باودر ميتالورجي، اللي هي سنترنج او ايه باودر ميتالورجي بروسيس، اللي هي بيبقى عندنا مش طبعا مالناش دعوه بالترجم ده كله، ده بيشرح العمليه، العمليه مش شغلتنا احنا الباودر ميتالورجي، انما احنا عارفين ان هي بتبقى باودر وبعدين بتبقى ايه بتضغطها على حراره عاليه، فبيحصل لها عمليه التلبيد السنترنج ده وتتمسك وتديني الشكل اللي انا عاوزه. طبعا الكلام ده بيتم في الاسطمبه، الاسطمبه واخده شكل الايه الترس. طيب برضه ده ما بتعرفش تعمله الا التروس الصغيره، بس هنا ميزه في ايه، الميزه انك انت يعني بتطبخ الماتيريال، انت بتحط ماتيريال ممكن تولف كذا ماتيريال مع بعضيها وتاخد بروبرتي معينه. فهنا الميزه انك انت بيبقى عندك امكانيه انك تشكل الماتيريال زي ما انت عاوز. الاكيرسي سيميلر تو داي كاستنج، الماتيريال كان بي تيلر ميد، تيلر ميد يعني زي بتفصلها، يعني زي بتفصلها حسب احتياجاتك. هنا السمول سايز جير، ولازم هنا طبعا ايه لارج سايز، ما ينفعش انك تعمل اسطمبه وكده ايه. هنا بقى بص دي اشكال، مهما كان الترس معقد ممكن اعمل الايه الشكل الداخلي بتاعه كمان، يطلع كل الترس التروس بقى اللي هي الترسين اللازقين في بعض دول بنحتاجهم كتير في الجير بوكس اللي هم بيبقوا السلايدنج جير، دول ممكن اعمل الترسين مع بعض يطلعوا من الايه بي ام زي كده. فالبي ام بيفيدني في الايه؟ طبعا بيعمل سيفنج للشيب، مفيش الهدف بتاع الشيب، ففي البودر بتبقى العمليه بتبقى ايه؟ كوني، بس لازم تبقى ايه؟ لكميات كبيره. طيب الانجكشن مولدنج بقى، الانجكشن مولدنج اللي هو بتاع البلاستكس او البوليمرز. في تروس بتعمل بوليمر، شوفها حتى في لعب الاطفال ومثلا في المفتاح بتاع الغساله والكلام ده كله. هي ميزتها طبعا الماتيريال بتبقى داكتايل، ما بتعملش نويز وما بيبقاش فيها ورق، بس طبعا الايه الفورس اللي بتبقى عليها المفروض تبقى فورس خفيفه، ما بتبقاش هيفي لودد يعني. فهنا ده الانجكشن مولدنج او بيسموها الاي ام، اي ام جير، اي ام جير يعني خد بالك من الاختصارات دي اللي هي انجكشن مولدنج جيرز. دي في النون ميتاليك، نون ميتاليك جير بسيفرال سايز، دي اللي هي بتضغط البلاستيك في اسطمبه بتحقنه يعني، وبتبرد الاسطمبه وبتطلع الايه الترس بتاعه. ده التروس بتاعت الكاميرا، بتاعت البروجيكتور، السبيدوميتر يعني الواشنج ماشين، ماتيريال نايلون، سيلوز والكلام ده. ادي الاي ام الكاميرا جير، انت ممكن تبقى الكلام ده. في بقى الاكستروجن، الاكستروجن ممكن يتم برضه للبوليمر وممكن يتم للميتال، للميتال بس الالومنيوم او البرونز ما تعملش الحديد يعني. انما في احنا بنعمل ايه بقى؟ انت عارف في الاكستروجن الفتحه بتاعت الاكستروجن انت بتشكلها بالشكل اللي انت عاوزه، ممكن تشكلها بشكل الترس،
وممكن يبقى سيكتور، يعني انت عاوز حاجه كده بس ترس ايه ربع دايره كده زي ما انت عاوز، فيطلع عمود طويل من الاكستروجن. تبدا انت بقى تقطعه حسب الايه العرض بتاع الايه الترس اللي انت عاوزه، فيطلع عمود طويل قوي كده من الاكستروجن زي مثلا قطعات الالومنيوم كلها واخده شكل الترس. تبدا انت مثلا عاوز الترس ده عرضه مثلا 10 مللي، كل 10 مللي تقطع زي ما انت عاوز التخانات بتاعتك. طبعا برودكتيفيتي عاليه جدا سواء للبوليمرز او للايه للنون ميتال، بس اللي هي النون فيروس مش الحديديه، الالومنيوم والكبر والحاجات دي، و تتعمل بهذه الطريقه. ودي شكل القطعات بتاعتها. في الكولد دروينج برضو انه ممكن اعمل اسطمبه زي الاسطمبه اللي هي سحب الاسلاك، اعملها كده ديسك، والديسك ده فيه شكل الترس، واجيب عمود حديد واقوم ابدا اسحبه من ايه من الاسطمبه دي كاني بسحب كولد دروينج، اسحب يطلع عمود برضو طويل بشكل الترس وابدا اقطعه بالاعمود ده. كلمه اجمى دي هتلاقيها كتير في موضوع التروس. اجمى دي اللي هو الامريكان جير مانيفاكتشرنج اسوسيشن، اجمى امريكان جير مانيفاكتشرنج اسوسيشن. وممكن لو دخلت على النت برضه بالاجمى دوت كوم دي هتبص تلاقي برضه حاجات كتير على موضوع التروس ده. في الاستامبنج، استامبنج هنا استامبنج اللي هو ايه اللي هو زي بلانكينج والبيرسينج، اللي هو بقى الشيت ميتال ورك، اللي هو بتجيب شيت وبعدين تعمل اسطمبه ضاي وبنش، تمشي الشيت بينهم وتضرب زي الخرامه بتاعت الورق كده، فايه فتاخد البلانكه بتاعتك. فانت ممكن تعمل الاسطمبه بشكل الترس والبنش بشكل الترس، بس ده ميل وده في ميل، وتحط الشيت بينهم ايه تقدر. ده بيستخدم قوي في ايه مثلا في الـ في الـ في الـ التروس اللي هي تخاناتها رفيعه نص ملي ربع ملي، اللي هو زي اللي بيستخدم في الساعات، الساعات اللي هي الكلاسيكس دي مش الالكترونكس، بيبقى التروس تخانتها رفيعه قوي كده وبتبقى ميتال، فدي بتتعمل بالايه؟ بالشيت ميتال ورك او بالستامبي. التوي، التوي جيرز اللي هي لعب الاطفال، الهاند اوبريتد ماشين جير، سلو سبيد، كلوك، اهي كلوك جيرز، واتش جيرز اللي هي بتاع في المنبه وفي الساعات بيستخدم بهذا الحاجة. الفورجنج كذلك، ادي العمود اهو وادي المراحل بتاعت عمشور، يعني او بيبدا هو يديله الشكل ده اهو، بعدين يعمل الهول اللي جوه. كل ده ممكن يتم بايه؟ بعمليات الايه؟ الفورجنج. ودي بتتم برضه الايه؟ التروس اللي هي باحجام متوسطه، ممكن تبقى فيرس ميتالز وهيفي لود، وبتبقى الخواص الميكانيكيه بتاعتها عليه. بعد كده بقى عمليات المشيننج دي بقى اللي احنا يعني انت ممكن تقراها هنا، هو كاتب لك نبذه صغيره زي الفورمنج كده بحيث تتعرف عليها، انما احنا هنشرحها بالتفصيل. بس من المفيد برضه انك انت ايه تقرا الجزء ده كقرايه كده، تلم بكل الموضوع من اول كلمه ماشينك ده الجزء اللي هناخد فيه اللي هنقضي فيه بقيه الايه المحاضرات بتاعتنا. دي الاجزاء المهمه في المحاضره دي. المحاضره اللي بعديها او الموضوع اللي بعديها، مش المحاضره اللي بعديها، ان هنبدا نتكلم بقى على ايه؟ على البيزكس بتاعه الجير. طيب عايزين نتعرف على حاجه اسمها بيتش سيركل، بيتش دايمتر، بيتش بوينت، لان دي الحاجات هنتعرض ليها كتير. فاحنا عندنا في البدايه ان هي التروس دي بتنقل حركه وبتنقل باور من عمود لعمود. البدايه لو انا عندي مفيش عندي تروس، عندي كده قرصين، عندي سنتر ديستانس معين، ففي هنا سنتر ديستانس مسافة دي سين دي سي، وعاوز انا انقل الحركة من هنا لهنا،
between the two centers دول العمودين هنا عمود وهنا عمود وانا ركبت قرص هنا وهنا قرص والقرصين دول ملامسين بعض كده بينقل الحركه بالاحتكاك بدون سليب بدون سليب يعني ايه؟ يعني كل نقطه هنا النقطه دي تمشي معاها نقطه ثانيه هنا النقطه دي تمشي تمشي بحيث الدايره دي لما تلف لفه الدايره اللي اصغر منها تلف عدد لفات بنسبه الايه؟ المحيط يعني دي لو قطرها دي كابيتال قطر ده دي كابيتال وده دي سمول فنسبة عدد اللفات اللي هي N over N دي هتلف مثلا كده هنا دي ب N دي هتلف معاها كده دي هتلف الأسفل هتاخد دي كده يبقى دي هتلف بهذا الشكل N small يبقى عندك N over N دي هتساوي دي اوفر دي اللي قطرها كبير تلف ايه؟ عدد لفات ايه؟ اكثر نسبة عكسية ليه؟ لأن دي لما بتلف المحيط الكبير ده الدايرة الكبيرة لما بتلف دايرة واحدة بتلف المحيط بتاعها أكبر من هذه الدايرة مثلا مرتين ثلاثة يبقى دي هتلف ايه؟ عدد لفات اكثر. طيب الكلام ده فدنا ايه؟ قلنا ده بنقل حركه بالفريكشن. طب ايه عيب الفريكشن؟ ان لو باور عاليه هيحصل سليبنج مش هتتنقل. هيلفوا واحده هتلف والثانيه ما تلفش يلفوا على بعض. طيب هنعمل ايه؟ هيجي يقطع من هنا هيقطع جزء من هنا كده. وبعدين الجزء القطاع ده هنحطه هنا كده وهكذا فعملت هنا اسنان كده بهذا الشكل. القرص الثاني نفس الكلام. فراغ وايه؟ وسده بارزه. اسنان دي لما تخش مع بعضيها كده خلاص هنا ما فيش سليبنج. يا الترس ده يلف مع ده يا اما يتكسر الايه؟ الاسنان دي. انما مش هيحصل ايه؟ السليب اللي بيحصل في الفريكشن. طيب. برضه عاوزين نوصل من الكلام ده لحاجه معينه، ايه هي؟ ان انا لو عندي سنتر ديستانس معين وعندي سبيد ريشيو معين في عندي قرصين بس يحققوا هذا الكلام، ازاي؟ تعال نرجع المحاضره كده نشوف المثال ده بيقول لك لو انا عندي سنتر ديستانس 300 سنتر ديستانس كام؟ 300 وعاوز سبيد ريشيو كام؟ 2 على 3
طيب الدايبتين بتوعي هيبقوا كام؟ سبيد ريشيو 2 على 3، يعني ال n على n دي اهي بتساوي ايه؟ دي بتساوي 2 على 3، دي بتساوي 2 على 3. طيب يعني 3 دي هتساوي 2 دي. طيب وبعدين عندي كمان دي بلس دي، دي بلس دي، دي ايكوال كام؟ السنتر ديستانس ده 300، يبقى دي بلس دي اللي هي كام؟ 600. دول معادلتين لما تحلهم مع بعض، معادلتين في مجهولين، هيدوك القطر دي ودي، مفيش ملوش حل تاني. يبقى هنا كل اللي انا شرحته ده عشان اوصلك للايه؟ للعباره اللي هنا. لو سنتر ديستانس 300، فيلوستي ريشيو 2 على 3، there is only two tangent wheel of diameter 240 و 360 will satisfy the required center distance. دول اجمعهم مع بعض كده هيديك 600، اقسم على 2 300 اللي هو center distance، اقسمهم على بعض هيديك 2 على 3، مفيش دايرتين تانيين. خلاص؟ يبقى for certain distance center distance وفور جيفن سبيد ريشيو في دايرتين فقط، دايرتين فريكشن لمسوا مع بعض كده ونقطه، يبقى في نقطه تلامس يدوك الايه؟ السنتر ديستانس ده ويدوك الايه؟ السبيد ريشيو ده. هم دول الدايرتين اللي بنقول عليهم البيتش سيركل. خلاص؟ هم دول اللي هم ايه؟ طيب هي البيتش سيركل اللي هي البيتش سيركل كورسبوند تو ذا ديامتر اوف ذا ويل اللي هي ساتيسفاي السنتر ديستانس كونديشن والايه؟ والسبيد ريشيو. Thus the angle of velocity of the gear is determined by the diameter of this imaginary pitch circle. ماشي؟ يبقى ده يبقى for two gears to operate the pitch circle must be tangent to each other. The point of tangent بسميها البيتش بوينت. لما نيجي نبص هنا في الرسمه بتاعتنا اهي، الدايره دي في كذا دايره هنتكلم عليهم بعد شويه، الدايره اللي هي في وسط الاسنان دي اهي، ها هي مين؟ دايره البيتش سيركل. مين دايره البيتش سيركل دي؟ اللي هي لو انا شلت الترسين دول وحطيت قرصين عند نفس السنتر ديستانس يديني نفس السبيد ريشيو اللي هو عدد الاسنان على عدد الاسنان يديني. الدي على الدي هي بتساوي الزد على الزد. اوكي؟ يبقى الدايرتين اللي هم الفريكشن اللي بيدوني في سبيد ريشيو هم دول الدايرتين بتوع الايه؟ البيتش سيركل. وزي ما بقول لك على السنتر ديستانس معين والسبيد ريشيو معين، هم دايرتين فقط اللي ممكن يكونوا موجودين. طيب الدايرتين دول بيتماسوا عند نقطة هنا بنسميها البيتش بوينت. يبقى ادي أول إيه داير. طيب يجي السؤال الثاني. أنا لو عملت السنان دي عدلة أو عملتها السطح بتاعها مايل ستريت لاين مايل أو عملتها قوس من الدايرة، هتشتغل ولا مش هتشتغل؟ هتشتغل. وهتديك نفس السبيد ريشيو. بس إيه؟ بس تديك مثلا يعني اقول لك ايه، كل ما الدايره دي ايه تلف لفتين دي هتلف ثلاثه اكيد. مفيش ما يعني لو انا عملت دي عدد اسنان 60 وده عدد اسنان 20، خلاص كل ما دي هتلف لفه دي هتلف ثلاثه. ليه؟ لان سنه بتزق سنه. ايوه بس بقى لما سنه تخش تعشق مع سنه تلمس معاها وبعدين تطلع بتاخد ايه؟ بيحصل ان طرف السنه ده اهو في البدايه بيلمس مع قاع السنه الثانيه وبعدين نقطه التلامس تنتقل على الايه؟ على طول الايه؟ السطح بتاع السنه، تبدا نقطه التلامس تختلف، تبدا طرف سنه مع قاع وتنتهي بالعكس
طرف السنة الأخرى مع القاعة الأولانية. خلال الفترة دي هي من دخول السنة تعشق لحد ما بتطلع السبيد ما بتبقاش ثابتة. ممكن تلاقيها الترس وقف في لحظة وبعدين سرع وبعدين بطأ، إنما لما يلف لفة كاملة هتلاقي النسبة ثابتة، إنما السرعة نفسها في أي ثانية ما هياش ثابتة، السرعة فلكتويتد قاعدة تطلع وإيه وتنزل، وبالتالي الباور ثابتة، فهيبقى الفورس اللي بتتنقل كمان على الأسنان بين الأسنان مختلفة، قاعدة فورس بتيه، وبالتالي هيبقى دايناميك لود ونويز وورع عالي لأن في سلايدنج بين الأسنان. طيب عشان كده إحنا ما بنعملش الجانبية بتاعت الأسنان أي حاجة، ده ليها شكل معين. الشكل المعين ده بيديني إيه بقى؟ بيديني إن السبيد ريشيو في أي لحظة في أي ثانية في جزء من الثانية هي تبقى إيه؟ ثابتة ما بتتغيرش. فده بيوصلنا لحاجة اسمها إيه؟ الجيرنج لو. بيقول لك for correct gearing the velocity ratio between any gear. في حاجة؟ في حد فتح الميكروفون اتكلم؟ طيب for correct gearing the velocity ratio between any pairs of gear دكتور حضرتك عملت ميوت. دكتور احنا حضر مسامح حضرتك دكتور. حضرتك وقفت المايك معانا يا دكتور. المايك عند حضرتك مقفول يا دكتور. اه مش عارف هو واقف من نفسه ليه كده. طيب بقالنا كتير كده دلوقتي سامعني؟ طيب اه سامعين حضرتك دلوقتي. اه تمام. بيقول لك الجيرنج لو بيقول لك ايه؟ عشان انا اخد الفلوست ريشيو ده ثابت في كل لحظه وعشان ما يحصلش سلايدنج يبقى في رولينج موشن لكل الاسباب دي، الكومون نورمال as the point of contact of meeting teeth must always pass through the pitch point at any instant. This condition is known giving law. يعني ايه الكومون نورمال؟ بص انا لو عملت كيرف كده اهو وكيرف تاني لمستهم هم كده بيلمسوا بعض، يعني ايه كومن نورمال ات ذا ايه كونتاكت بوينت؟ ادي الكونتاكت بوينت هنا، انا عاوز اعمل اعرف الكومن نورمال اللي هو العمود اللي يبقى عمود على السطح ده وعلى السطح ده، ده اجيبه ازاي؟ فالقبله بنعمل ايه؟ كومن تانجنت من نقطه الايه؟ التلامس ده، نرسم خط كده تانجنت يمر بنقطه التلامس ويبقى تانجنت للايه؟ للسطحين. ده بنسميه ايه؟ كومن تانجنت. طيب وبعدين اجي من نقطه التلامس اعمل عمود خط كده عمودي على التانجنت اصبح ده بقى ايه؟ كومن نورمال. يبقى من نقطه التلامس ترسم مماس يبقى يمس السطحين، ومن عند نقطه التماس دي تقوم عامل عمود على الايه؟ على المماس، بقى ده اسمه ايه؟ كومن نورمال. زي ما بقول لك الترسين لما بيلمسوا بعض السنتين بيلمسوا بعض نقطة التلامس دي بتتغير، هو بيقول لك في أي لحظة الكومن نورمال عند نقطة التلامس لازم يمر بين البيتش بوينت، لو أنت حققت الشرط ده لو الشرط ده اتحقق يبقى أنت هتعمل التروس دي هتشتغل مع بعضيها مظبوط والجيرنج ريشيو هيبقى مظبوط. طيب الناس بقى بتوع الرياضة هيخشوا هنا بقى.
يقولوا لنا طب مين هو الكيرف اللي حقق الايه الكلام ده؟ قالوا لنا في ثلاث كيرفات، الانفليوت بروفايل والسايكولويدال بروفايل، وفي بروفايل اسمه النيفيكوف بروفايل، ده يعني استخداماته قليله قوي في الصناعه ومعقد في تصنيعه شويه، مش هنتكلم فيه. انما السايكولويد الاكثر انتشارا الانفليوت والايه السايكولويد، وبالذات مين الانفليوت. كل التروس اللي بتعمل بطريقه القطع ماشيننج بتتعمل انفليوت بروفايل. السايكولويد بيتعمل في بعض الاحيان ايه في الفورمينج، يعني اعمل اسطمبه بشكل السنه سايكولويد، او اعمل قالب رمل واعمله دير سايكولويد. انما على القطع على الماكينات كله ايه انفليوت. ليه؟ اهو بقول لك practically most of gear are made such that its tooth profile is انفليوت. This is because the انفليوت system has the following advantage. تعال نشوف ايه هو الانفليوت. لو انت جيت دايره كده دايره عندنا كده اهو، ولفيت على الدايره دي خيط، لفينا على الدايره ايه خيط، جبت قرص كده ولفيت عليها ايه خيط كده، وبعدين جيت قطعت الخيط ده اهو، ثبتت طرف، والطرف الثاني هبدا افرده بس بحيث يبقى ايه مشدود، فافرد مثلا الحته دي كده، وبعدين هزود افرد لحد هنا، افك الخيط كده، افك الخيط كده، افك كده. لو وصلت انا النقط دي كلها ده ايه، مش عارف اقدر ارسمه كده ولا لا، ده يديك شكل مين؟ ده الانفليوت كيرف. معايا؟ الدايره دي ده بنسميها ايه؟ البيز سيركل. البيز سيركل. وده التانجنت بتاع الايه؟ البيز سيركل اهو، اللي هو الخيط اللي بفكه. ده هو الخط ده، بص انا اكتب ايه بقى، المعلومه دي مهمه، ده تانجنت تو ايه بيز سيركل، هو في نفس الوقت اللي بيرسم الانفليوت، فهيبقى ايه، هيبقى بيربنديكولار تو انفليوت. بل المماس لمين؟ للبيس سيركل، هو نفس الخط ده مماس للدايبتيس، وهو نفس عمود الامين على الانفليوت. يعني لو انت جيت عند الانفليوت كده رسمت من النقطة دي اهي مماس الانفليوت كده، هنا عند النقطة دي يبقى الزاوية دي لازم 90 درجة. المماس بتاع الانفليوت عند أي نقطة، ومن نفس النقطة لو رسمت على البيس سيركل مماس، لازم الزاوية دي تبقى ايه 90 درجة. ودي خاصية مهمة جدا في الايه؟ الانفليوت، هنشوف ايه أهميتها حالا. طب خلاص؟ ده الكلام اللي أنا قلته شرحته هتلاقيه مكتوب هنا. بص هنا بقى الكلام ده مهم قوي. الانفليوت شيب ديبند على ايه؟ على الديامتر بتاع البيس سيركل. طيب. بص معايا بقى.
ادي مثلا دايره الايه البيت سيركل يعني. وادي السنه بتاعتنا اهي. احنا قلنا الجانبية بتاعت السنة دي هتبقى هي هتبقى انفليوت. ادي دايرة الايه؟ دي دايرة مين؟ البيست سيرك. طيب ده هيجي الترس ده استنى هقطعه شوية كده. هاخد مثلا الحتة دي كده. شو انا برسم ايه دلوقتي؟ انا رسمت ترسين ماشيين مع بعض، ده ليه بيتش سيركل وده ليه بيتش سيركل اهم، وادي نقطة البيتش بوينت. وده ليه بيتش سيركل وده ليه بيتش سيركل، ايه البيتش سيركل دي؟ اللي هي الأساس بتاع منحنى الانفليوت بتاع الإيه؟ الأسنان. طيب، لو أنا في لحظة معينة سنة أهي، جنب سنة كده أهو. دي السنة دي اهي والسنة التانية والسنة التانية من هنا كده بص كده جنب السنه دي مع جنب السنه دي تبع الترس التحتاني والفوقاني ملامسين مع بعض عند الايه؟ بيتش بوينت اهو. لو انا هنا دي بيلفوا مع بعض كده بس مش مساعدني شويه على ال زي ما بقول لك بتبقى نقطه التلامس هنا وبعدين بتتغير لحد ما ايه الاسنان دي بتطلع. طيب السنه دي الجنب ده تبع الترس الفوقاني والجنب ده تبع الترس التحتاني. احنا قلنا هاجي هنا عاوز الكومن نورمال بين الاسنان دي بين التلامس ده. الكومن نورمال هنا فين اهو؟ هعمل مماس كده ومن المماس هعمل ايه؟ عمود. من النقطة دي هعمل ايه؟ عمود كده. طيب القاعدة اللي احنا قلناها طبعا الرسم مش مظبوط شوية اعذروني فيه. القاعدة اللي احنا قلناها احنا قلنا العمودي على الانفليوت لازم يكون مماس لمين؟ طب حد يقول معايا عشان بس ايه؟ اعرف انك صحيح معايا. العمودي على الانفليوت لازم يكون مماس لمين؟ ها شباب ايه للبيت سيركل مش كده ماشي صح الكلام. طيب ده عمود ده الكومن نورمال عمود على الانفلوت بتاع الترس ده وعمود على الانفلوت بتاع الترس تاني. يبقى لازم يكون مماس لمين؟ للبيت سيركل دي ومماس لمين؟
البيست سيركل ده. طب فين الخط اللي يبقى ممثل البيست سيركل ده وفين الخط اللي بس البيست سيركل ده؟ ده لازم يبقى هنا. ده الايه؟ المماس للايه؟ للاثنين بيست سيركل اللي هو الكومن تانجنت بتاع البيست سيركل. والمماس بتاع البيست سيركل ده من الجيومتري بتاع الاعداديه العادي لازم هيمر بين بنقطه التماس اللي هي بتاعت البيتش بوينت. يبقى معنى كده ايه؟ معنى كده ان كل الاسنان لما بتيجي تلمس مع بعضيها ما ينفعش تلمس هنا. ده لازم تلمس فين؟ على الخط اللي هو الكومن نورمال للتو بيست سيركل. معايا يا شباب؟ ليه؟ لان الكومن نورمال من نقطه التلامس بين السنتين، الكومن نورمال لازم يكون ممثل بيست سيركل. ممثل بيست سيركل دي وممثل بيست سيركل ده، لان كومن نورمال للسنتين. فلازم كل نقط التلامس تمشي على مين؟ على الكومن نورمال كومن تانجنت بتاع البيست سيركل. ودي خاصيه في غايه الاهميه بالنسبه للانفليوت جير. ليه؟ لان القوة اللي بين السنه والسنه بتنتقل على الخط العمودي، فده اتجاه القوة المتبادله. الكلام ده بقى ده مش هيبقى هنا، ده هنا غلط. ده لازم التلامس ده ايه؟ يبدا من هنا ويفضل ماشي يروح للبيتش بوينت وبعدين ينتهي هنا على الايه؟ على الكومن نورمال. وبالتالي من بدايه ما بتعشق السنه لحد ما بتطلع، اتجاه القوة اللي هي العمودية على السنتين اللي هي القوة المتبادلة بين السنتين في نفس هذا الخط اللي هو ايه؟ التانجنت للايه؟ للتو بيس سيركل. وبالتالي القوة بتاعت المتبادلة بين السنتين اتجاهها ما بيتغيرش. قدام اتجاهها ما بتغيرش، ها؟ يبقى ما عنديش دايناميك لود، لان لو القوة لو اتغير، لو انت مسكت عمود مرة زقته يمين وبعدين زقته فوق وبعدين زقته شمال، يبقى خلاص هيحصل فيه ايه؟ فايبريشن حتى لو القوه ثابته. انما لو القوه اللي بتاثر على العمود، العمود اللي هو بتاع الترس ده والعمود بتاع في نفس الاتجاه، خلاص مش هيحصل فيه ايه؟ فايبريشن. فمن اهم الخواص الانفليوت ان القوه المتبادله ليها نفس الايه؟ الاتجاه. طب لو احنا كمان جينا هنا بقى عملنا ايه؟ رسمنا الكومن تانجنت ده، هيحصل زاوية هنا. الزاوية دي اهي، الزاوية هنا دي اهي. الزاوية دي بين مين بقى؟ بين الكومن تانجنت البيست سيركل والكومن تانجنت الايه؟ البيست سيركل. دي اللي بنسميها البريشر انجل. دي اللي بنسميها ايه؟ البريشر انجل، اللي هي بتبين لك القوة المتبادلة بين الترسين بتميل على الخط اللي هو الكومن تانجنت للبيست سيركل بزاوية قد ايه؟ اللي احنا بناخدها حوالي 20 22 14. ليه بناخدها قليله؟ لان القوه دي اهي هتحللها اتجاهين، واحد كده واحد كده عمودي. اللي هنا ده اللي هيدي التورك اللي في اتجاه، انما اللي في اتجاه العمودي ده اللي هيعمل تراست على مين؟ على العمود اللي ايه؟ العمود بتاع الترس. احنا مش عايزين يحصل عليه تراست عالي، فبناخدها صغيره. هي لو كانت كبيره اللي بيحصل ايه؟ كل ما تكبر تبص تلاقي السنه بتاعتنا القاع بتاعها كده، يعني ايه؟ القاع بتاعها بيزيد، يعني بتفرش. كل ما ننزل تحت السنه ايه؟ حجمها من تحت زي، وكل ما تقل البريشر انجل يبقى السنه واقفه كده. طبعا دي الاسترنس بتاعها احسن لان الميدنج مومنت تحت احسن. بس لو عملنا، لو خدنا البريشر انجل كبيره الثراست هيزيد، فبناخدها اوبتمايزيشن الكومن 20 درجه. ماشي؟ بدات في دايرتين عرفناهم، دايره البيتش اللي هي الدايره اللي بتتحدد من السنتر ديستانس والجير ريشيو، هما دايرتين كانك حطيت قرصين فريكشن. وبعدين في دايرتين تانيين اسمهم البيس سيركل. الدايرتين التانيين دول تبع الايه؟ بيتحدد على اساسهم شكل الانفليوت بتاع الايه؟ السن. خلاص؟ طيب لما نيجي هنا من المثلث ده، عاوز حد برضه يتكلم معايا في النقطه دي؟ من السنتر هنا، من السنتر هنا لحد النقطه دي، المسافه دي اللي هي مين؟
ها الراديوس بتاع مين؟ طيب ومن من السنتر دي للنقطه دي ده مين؟ من البيتش بوينت للسنتر يبقى مين؟ الراديوس بتاع الايه؟ البيتش. طب العلاقه بينهم ايه؟ احنا قلنا الزاويه دي اللي هي الابصاي دي اللي هي بيسموها البريشر انجل. طب الزاويه دي بين الخط الافقي والخط اللي هو الكومن تانجنت، ده عمودي على الكومن تانجنت البيت سيركل، وده عمودي على مين؟ على الخط اللي هو الكومن تانجنت البيتش. يبقى الخطين دول عمودين على الخطين دول، وبالتالي الزاويه دي هي برضه البريشر انجل. يبقى العلاقه بين الراديوس بتاع البيتش سيركل والراديوس بتاع البيت سيركل هي كوزاين اوف ساي، كوزاين البريشر انجل. البيت سيركل الراديوس بتاعه بيساوي الراديوس بتاع البيتش سيركل مضروب في كوزاين ايه؟ اوف ساي. نرجع للمحاضره تاني اهي. طيب اجي برضو قبل ما نكمل هنا هشرح حته ثانيه برضو وبعدين نرجع تاني اللي هو المديول. معلش المفاهيم دي اساسيه عشان ايه؟ الكلام كلمه بيس سيركل وكلمه بيتش وكلمه مش عارف انفليوت هتتكرر كتير، فانا عاوزك تعرفهم. وحتى السنه الجايه ان شاء الله في القياس، يعني السنه دي انت بتاخد المانيفاكشن بتاع الجير، السنه الجايه هتاخد القياسات بتاعت الجير نفس الكلام، فلازم تبقى فاهمه حاسس يعني ايه بريشر انجل، ما تعرفهاش كده وخلاص. طيب كنت هتكلم في المديول. ايه المديول ده بقى؟ انت دلوقتي عندك قرصين كده، قرص كبير كده قرص صغير، ده هعمله 20 سنه، ده 20 توس، هقسمه 20 سنه 20 تيس. وده هعمله برضو 20 تيس. مين يديني حجم سن اكبر؟ انا ترس اللي على اليمين ولا على الشمال؟ ها شباب حد يبط؟ على اليمين. على اليمين القرص الكبير هقسمه 20، القرص الصغير هقسمه 20 سنه، فحجم سنك اللي على اليمين. يبقى معنى كده التوث سايز، التوث سايز بيتناسب مع مين؟ بتساوي بيتناسب مع مين؟ مع الديامتر. طيب حاجه اقول حاجه ثانيه، هشيل دول اعمل اقول لك بيتين قد بعض، يعني قد بعض مش بالظبط بس هو اعتبرهم قد بعض. هقسم ده 60 سنه، ده 60 سنه، 60 سنه تيس، وده 20 سنه. مين هيديني حجم سن اكبر؟ الاخصاب قد بعضيها. ها؟ اللي متقسم 20 هتبقى ال يعني يبقى التوث سايز هنا، انا كتبتها غلط، التوث سايز، التوث سايز بتناسب عكسي مش كده؟ كل ما عدد السن هيكبر كل ما حجم السن ايه؟ هيكبر. يبقى هنا هتبقى دي هنا على ايه؟ على زد اللي هي عدد السنان. يبقى حجم السنه بس دي تي، حجم السنه بيتناسب طردي مع الدي ويتناسب عكس مع دي. فانا عاوز بارامتر يعبر لي عن حجم السنه. ليه بقى الموضوع ده مهم؟ لان ما هي السنه بتخش في الفراغ بتاع الترس الثاني، ما كانش حجم السنه دي قد حجم السنه دي ايه؟ مش هيعشقوا مع بعض. واخد بالك؟ الحجم السنه بتخش في الفراغ، السنه دي قد السنه دي ايه؟ الترس ممكن يبقى 1 2 متر و1 10 سنتي.
انما السنه حجمها لازم يكون متساوي. خد بالك؟ فايه اللي عبر عن حجم السنه هو الدي على الزد اللي هو سميناه مين؟ المديول. ده اللي هو مين؟ المديول. المديول هو برامتر بيعبر اساسا على مين؟ على حجم السنه. القاعده الاساسيه اي ترسين هيعشقوا مع بعض لازم يكون ليهم نفس المديول ونفس البريشر انجل عشان يبقى نفس الال انفليوب. اوكي؟ هو الانفليوت هيختلف كشكل يختلف بس يبقى ايه؟ لانك انت المديول لازم يتساوى بين التروس المعشقه مع بعضها وكذلك البريشر انجل عشان يديك بريشر انجل ثابت واتجاه قوه ثابت. ماشي؟ يبقى كل التروس اللي بتعشق مع بعضها مش هينفع سنه تخش في فراغ الا لو مين؟ المديول زي بعضي. عشان كده عملوا المديول ده ايه؟ ستاندرد. ستاندرد فاليو. مش اي حاجه تعملها. المديول اصبح ايه؟ ستاندرد. عشان ايه؟ عشان تقدر ايه؟ عمليه التبادل. اي مصنع تقدر تاخد منه تقول انا عاوز درس مديول كذا يبقى ايه؟ يجيبه لك. ما تبقاش العمليه ايه؟ عشوائيه. طيب يبقى المديول هيساوي بقى مين؟ احنا قلنا الديامتر بس انهي ديامتر؟ ما هو الترس ليه ديامتر؟ ليه ديامتر خارجي؟ وليه ديامتر البيتش؟ وليه ديامتر البيس سيركل؟ وهناخد كمان حاجه اسمها الديدندم ديامتر. انهي ديامتر؟ البيتش ديامتر. البي دي اللي هو مين؟ بيتش ديامتر. الان ساعات انا هتلاقي في المحاضرات ساعات ان ساعات زد اللي هي عدد اسنان بس انا بعرفهم لك يعني. فالمديول اللي هو البيتش ديامتر على عدد اسنان. وبالتالي البيتش ديامتر اللي هي المديول في الايه؟ في الان. اني بص القاعده دي بقى اني تو جيب هافينج ذا سيم مديول ويل مش بروبابلي اف ذي ار ماونت سو از هاف ذا كوريكت ديستانس اند ريليشن شيب. لازم يكون المديول ثابت بين الترسين مع الشيء. البريفيرد فاليو بتاع المديول اهو 6 من 10 يعني بيبدا هنا خطوه 2 من 10 لحد هنا وبعدين خطوه ربع وبعدين يبدا نص وبعدين ملي وهكذا لحد يوصل 4 ملي وفي اكتر من كده بس يعني دي الارقام اللي احنا الموست كومن يعني. نرجع بقى هنا نشوف الكلام اللي احنا فوتناه. طيب احنا هنا قلنا ايه؟ اغلب التروس بتتعمل انفليول. ايه السبب؟ ما كناش هنفهم الاسباب دي الا ما ايه؟ الا ما لما كنا شرحنا الكلام ده كله. طيب the pressure angle is constant throughout from the commencement of engagement to the end of engagement. زاوية الضغط اللي هي الزاوية اللي بيبقى الفورس متوجه عليها بتبقى مايلة على common tangent للبيتش سيركل زاوية ثابتة من بداية التعشيق commencement of engagement لحد نهاية التعشيق من أول ما السنتين يلمسوا بعض لحد ما يفرقوا بعض. وبالتالي اتجاه الفورس ثابت يبقى الفايبريشن قليلة والنويز قليلة. طيب بيقول لك ايه؟ variation of center distance within limits does not affect the velocity ratio of the meeting gear. وده حاجة practical. انت لما تيجي تظبط center distance اكيد في tolerance. السيكلويد ايه؟ ما بيقبلش يعني عاوز tight tolerance. ازاي؟ السيكلويد اصله ايه؟ الترس السيكلويد الترس الانفليوت بيبقى عامل كده الجانبيه بتاعته عامله كده كيرف واحد. سيكلويد لا النص الفوقاني يبقى عامل كده والنص التحتاني عامل بهذا الشكل بقيه السنه تبقى عامله كده. اللي فوق كونفكس محدب واللي تحت هنا ايه؟ مقعر. ده بيسموه ابيسايكلويد وده بيسموه هايبوسايكلويد. انما هنا لا الانفليوت هو كيرف واحد. كيرف واحد محدب كونفكس. طبعا ده احسن. السايكلويد احسن ليه؟ لما بيجي يعشى بقى السنه الثانيه تخش يتعشى مع السطح ده سطح مقعر كونكيف يعشى مع مين؟ مع السطح الايه؟ الكونفكس محدب. والعكس هنا فيبقى الكونتاكت على سطح
هنا لما السنتين بيعشقوا هنا هو في الانفليوب بيعشقوا على لاين. الكونتاكت بيتم على ايه؟ طبعا هو على نقطه هنا مع 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 امتداد الترس السمك بتاعه يبقى عندك على ايه؟ على لاين. انما هنا لما اتعشق سنه ثانيه هنا القاع هيبقى مقعب وهنا قاع محدب هيبقى سطح على سطح. فالوير هنا هيبقى ايه؟ قليل والاستيرنس هيبقى اعلى احسن. بس هنا بقى ده اهو عشان تعمله على المكنه صعب. فنعمله فين؟ نعمل له اسطمبه او نعمل له قالب رمل ونصب ماشي اوكي. في الاسطمبه ممكن نقعد نتعب في الاسطمبه ونعمل الشكل بتاعنا ده اهو ون ايه ونعمله. ففي الفورمنج يشتغل، انما في الكاتنج لا، ما اقدرش اجيبه على المكنه بالشكل ده. نص اللي هو فوق البيتش سيركل محدب وتحت البيتش سيركل ايه مقعب. فهنا وذلك بقى عشان الشكل بتاعه ده اهو، لما بتيجي تظبط السنتر ديستانس بتاع الترسين مع بعض وانت بتركبهم التولرانس يكون في اقل ما يمكن. لو اختلف بتحصل مشاكل فين؟ في السيركلويد، ويبقى الجير الفيلوستي ريشيو ممكن تتغير. ادي اللي احنا بقول اهو، ذا بروفايل اوف ذا توث فلانك اند توث فيس از سنجل كيرف. في الانفليوت البروفايل بتاع التوث فلانك والتوث فيس، كلمه توث فيس اللي هي الجزء من الجانب بتاع الترس اللي هو من جانب السنه اللي هو من البيتش سيركل لحد القمه، ده بيسموه التوث فيس، ومن البيتش سيركل لحد القاع بيسموه التول فلانك. فالاثنين في الانفليوت كيرف واحد، في السيكلويد لا هما كيرفين. في حاجه ثانيه مهمه، الراك اللي هو الجريده مسننه في الانفليوت خط. يعني الراك لما تيجي ترسم انفليوت راك اهو عباره عن كده، شكله كده ترابيزويدال كده كده، ده الانفليوت راك اللي هو الريديوس، كانك الريديوس بتاع الانفليوت بقى ما لا نهايه. طب الزاويه دي كام؟ اللي هو زاويه الميل دي، زاويه الميل دي اهي، دي اهي، دي اللي هي البريشر انجل، واخد بالك؟ الزاويه دي اهي زاويه ميل الجانب دي هي البريشر انجل. السيكلويد لا، الراك بتاعه كيرف. طب دي ميزه؟ اه ميزه، لان احنا هنستخدم هذه الميزه ان احنا في احد طرق التصنيع هنعمل السكينه على هيئه الراك. فالراك هنا عدل، يبقى تصنيع السكينه اللي بقطع بيها سهل، ما هوش كيرفت. اوكي؟ فالبروفايل بتاع البيزك راك ان انفليو سيستم از ستريت لاين ويتش سمبليفايز المانفاكشر. دي اربع اسباب مهمه نعرفها، لان ده سؤال بيجي لنا، ليه ريفيرد، ليه بيفضل ان اعمل الترس انفليوت، الجانبيه بتاعت الترس ايه؟ انفليوت. خلاص ما اعملهاش سايكولوجي. ماشي؟ طيب ده تعريف البريشر انجل اللي هو اكيوت انجل از ذا بيتش بوينت بتوين ذا لاين اوف اكشن اوف ذا كومن تانجنت تو ذا بيتش. و this angle determines the direction of the interaction force between the melting air. Consequently, the pressure angle determines the value of the thrust and the tangential component of the thrusting force as well as والقيم بتاعتها بتبقى بهذا الايه؟ الشكل. طيب يبقى دلوقتي احنا وادي الجيم ده خلصنا كده، عندنا هنا في دايره جوه البيس وفي دايره اللي هي في النص دي اللي هي البيتش سيركل. الدايرتين دول دوائر وهميه مش هتشوفهم على الترس. امال مين الدايره اللي هتشوفها؟ الدايره الخارجيه خالص، ها؟ ودي بيسموها ايه؟ الادندم سيركل. ودايره القاع دي بيسموها ايه؟ الديدندم سيركل. لو جينا هنا شفنا، طيب هنا برضو ال هنا بص الجزء ده الانفلوس شيب دي الكيرف بتاع الانفليوت شكله بيتغير حسب ايه؟ يعني ايه بيتغير حسب ايه؟ يعني مثلا الدايره شكلها بيتغير حسب الكيرف بتاعها بيتغير بشكل ايه؟ حسب الديامتر. ادي ديامتر صغير كده فتلاقيها ايه؟ وادي ديامتر كبير كده، فكل ما بتكبر بيحصل له فلاتنينج. احنا بنقول الدايره القطر بتاعها وصل للملا نهايه هتبقى ستريت لاين، هيبقى الخط ده كانه ستريت لاين. فكل
ما الدايره القطر بتاعها بيزيد كل ما ايه الكونفكس بتاعها بيقل، التحدب بتاعها بيقل. طب نفس الكلام الانفليوت شكله بيتغير حسب ايه؟ تعال نشوف اهو بيجي منين. الديامتر بتاع البيس سيركل هو اللي بيتحكم في الانفليوت. طب الديامتر احنا لسه ثابتينه، قلنا اللي هو العلاقه بين الراديوس بتاع البيس سيركل وبتاع البيس سيركل هي كوزاين الزاويه وبساي اللي هي بريشر انجل. يبقى هو عباره عن الديامتر بتاع البيس سيركل مضروب في الكوزاين بريشر. شيل الديامتر ده احط بداله الام في الان اللي هي المديول في عدد السنان كوزاين ابساي. يبقى شكل الانفليوت بيتاثر بثلاث حاجات. ايه هما؟ المديول، عدد السنان، بريشر انجل. الكلام ده مهم، مهم جدا في عمليه التصنيع. ليه؟ لانك انت لما هتيجي تختار السكينه بتاعت الفريزه لازم هتراعي الثلاث حاجات دول. لان السكينه بتاعت الفريزه اللي بتفتح المجرى اللي بين الاسنان واخده شكل الفراغ، واخده شكل الانفليوت بتاع الجانبيه. طيب يبقى لازم الشكل بتاعها، شكل الانفليوت هيختلف فيها حسب الثلاث حاجات دول. يبقى انا لما اختار سكينه الفريزه لازم اشوف انا بقطع ترس مديوله كام، والبريشر انجل بتاعته كام، وعدد سنانه كام. ماشي؟ وكذلك بقيه السكاكين، بس هيبقى في اختلاف. في بعض الحالات العدد السنان ده ما بيخشش في الاعتبار، هنشوف ليه. بس عموما في سكينه الفريزه بالذات الثلاث حاجات دول لازم يراعوا. وفي كل السكاكين المديول والبريشر انجل لازم تكون مظبوطه زي الترس، لازم تكون مكبوده على سكينه القطع، المديول والبريشر انجل. وفي بعض الاحيان عدد السنان، ولما نيجي نقطع هيليكال هيبقى في بعض الاحيان زاويه الهيليكس وكمان والهيليكس يمين ولا شمال، اللي هو بيسموه الهاند اوف هيليكس زي ما هنشوف في الدراسه بتاعتنا بعد كده. خلاص؟ يبقى من هنا قلنا حاجة مهمة، شكل الانفليوت بيعتمد على مين؟ على دايرة البيز. مين دايرة البيز؟ اللي هي الدايرة اللي بلف حواليها الخيط وافك الخيط. طب الدايرة بتاعت البيز ده قطرها بيعتمد على مين؟ على مديول، عدد السنان، بريشر انجل. Subsequently the shape of the envelope curve is affected by the gap module, number of gear teeth and pressure angle. وبعدين اتكلمنا على الجير ميديول. تعالى هنا بقى شكل السن. بص البيتش سيركل اهي في الستاندرد جير، الستاندرد جير بيبقى دايره البيتش عندها تخانه السن قد تخانه الفراغ. ده فين بقى؟ التبس كمان اللي ما فيهوش باكلاش. باكلاش يعني احنا ايه بنحب ايه؟ الفراغ يبقى ازيد شويه من ايه؟ من تخانه السن، بحيث السنه تخش في الفراغ بسهوله شويه. انما احنا هنعتبر يعني على نوبا كلاش اللي هو التخانه بتاعت السن عند البيتش سيركل هتساوي الايه؟ الفراغ. طيب من النقطه بتاعت البيتش سيركل دي تقاطعها مع الجانبيه لحد السنه اللي بعديها اهي، القوس ده بيسموه السيركلر بيتش. سيركلر بيتش. طيب السيركلر بيتش ده هيساوي ايه؟ تعال نشوف المحيط بتاع الدايره هيساوي ايه؟ هيساوي باي في الديامتر، الديامتر بتاع البيتش سيركل. طب والديامتر بتاع البيتش سيركل هيساوي ايه؟ احنا قلنا المديول هو الديامتر بتاع البيتش سيركل على عدد السنان. يبقى الديامتر بتاع البيتش سيركل هيساوي المديول في عدد السنان. ماشي؟ يبقى الديامتر بتاع البيتش سيركل هو مديول في عدد سنان. طيب يبقى المحيط بتاعنا كام؟ باي في ام في زد. طب القوس ده هجيب طوله ازاي؟ اقسم المحيط على عدد السنان. فلما اقسم باي ام زد او باي ام ان يعني، اقسم على الزد اللي هي عدد السنان او على ان عدد السنان، هيروح الزد يتفضل مين؟ باي ام. الله اكبر، الله اعصم، الله اعصم في الله. فطول هذا القوس اللي هو السيركلر بيتش يساوي ايه؟ الباي ام. دي قيمه تحفظها على طول، سيركلر بيتش باي ام، الباي في المديول اللي هو طول القوس من سنه لسنه على البيتش سيركل.
طيب السطح ده اللي هو الجانب بتاع السنه من البيتش سيركل لحد فوق بيسموه الفيس، السطح الثاني بيسموه ايه؟ فلانك، وده بيسموه القاع ده بيسموه البوتوم لاند. هنا التوب لاند اللي هي ده البوتوم لاند، وده التوب لاند اللي هو سطح الايه بتاع السنه. العرض ده من هنا لهنا عرض السنه بيسموه الفيس ويدز. طيب الدايره بتاعت البيت سيركل ده اهي اللي قلت لك في الستاندر هناخدها مثلا تخنت السنه قد تخنت الفراغ، دي دايره وهميه. كذلك دايره مين؟ دايره البيت سيركل. البيت سيركل دايره وهميه، هي فين؟ هي مش مرسومه هنا، بس هي قد تكون تحت دايره الروت ده اهي، ها، وممكن تبقى فوق معايا، ممكن تبقى فوق شويه وممكن تبقى تحت. ليها ليميت معين، ولذلك لو انتوا فاكرين في الديزاين خدتوا حاجه اللي هي ايه؟ الليميت نمبر بتاع البنيون. يقول لك البنيون ما تعملوش اقل من 20 سنه. ليه؟ لانك انت لو عملت البنيون اقل من 20 سنه الدايرة بتاعت البيتش بتاعت البيز بتبقى مقاسها أكبر من دايرة الإيه؟ القاع. فيبقى في جزء في آخر السنة ده معمول له أندر كات كده ما هواش انفليوت، يقوم يضعف الإيه؟ السنة. فعشان تتجنب حدوث الأندر كات اللي هو في قاع السنة ده أهو، يقول لك البنيوم ما يقلش عن 20 درجة. ليه؟ لأن ساعتها البيس سيركل هتبقى اعلى من دايره الايه؟ البوتوم. طيب الدايره الفوقانيه دي خالص بقى هشوفها بعيني، اللي هي الدايره اللي فوق دي اللي بيسموها مين؟ الادندم سيركل. دي اللي مهمه بقى عندنا في عمليه التصنيع. ليه؟ لانك انت هتجيب البلانكه اللي هتقطع فيها التبس بهذا المقاس. يبقى دايره الادندم اللي هي الخارجيه، الدايره الخارجيه اللي بتمس التوب بتاع الاسنان، دي دايره مهمه في عمليه القطع، لان انا هطلب من الراجل اللي هو في قسم التيرننج يعمل لي قرص بالقطر بتاع هذه الدايره. طيب الدايره اللي هي بتمس القاعة تحت دي بيسموها دايره الديدندم، ديدندم سيرك، زي ما دي الادندم بيسموا الدايره اللي تحت دي الايه؟ الديدندم سيرك. دي برضه دايره مهمه. ليه؟ لأن الفرق بينها وبين الدايرة الفوقانية بيحدد لي العمق القطع اللي أنا هنزل أقطعه، العمق بتاع الإيه؟ الوركينج الهول ديبس ده اللي هنزل أقطعه على المكنة، ده المعدن اللي إيه؟ عمق المعدن اللي هشيله، فدي دايرة برضه مهمة فين؟ في عملية التصنيع. المسافة من البيتش سيركل لحد قمة السنة دي بيسموها الأدندم، والمسافة من البيت سيركل لحد القاع بتاع السنه بيسموها الديدندم. الادندم ده بناخده بيساوي المديول. الادندم بيساوي ايه؟ المديول. الديدندم واحد وربع المديول. لازم ازوده شويه، ليه؟ لان السنه هتخش السنه بتاعت الترس الثانيه هتعشق معاها هنا، فلو قلنا في تلامس عند البيت سيركل يبقى من البيت سيركل الفيس بتاع السنة الثانية هيبقى طوله ام مديول، يبقى لازم اسيب كليرنس ايه تحت عشان ما يحصلش احتكاك بين اثناء قمة السنة المعشقة وقمة الايه وقاع هذه السنة، فبسيب كليرنس ربع. فعشان كده الوركينج ديبس اللي بيحصل فيه التلامس اللي هو 2 مديول، انما الهول ديبس بتاع السنة 2 وربع المديول. ادندم واحد وواحد وربع الايه الديدندم. طيب نيجي بعد كده اللي هو التعريفات دي اللي انا قلت لك عليها، الادندم بيساوي مديول، الديدندم بيساوي واحد وربع المديول، التوث ديبس 2.25 مديول، التوث كليرنس اللي هو ربع مديول، البيتش ديامتر اللي هو الام في ان، الادندم سيركل هتساوي ايه؟ مديول في ان زائد 2. خلاص؟ ان زائد 2 اللي هي عدد اسنان زائد 2. ليه؟ لان احنا الام في ان، الام في ان اللي هي مين؟ اللي هي البيتش سيركل. بعدين احنا قلنا مين؟
الادندم ده بيساوي ايه؟ مديول. تزود ادندم هنا، انت عاوز تحسب الديامتر، يبقى في ادندم الناحيه الثانيه، يبقى تزود 2 مديول كمان. عشان كده ضفنا هنا ايه؟ ان زائد 2. المديول في ان زائد 2 يديك الايه؟ الادندم. المعادله دي مهمه قوي. ليه؟ لانك بتحسب بيها قطر البلانكا، وكمان فيها اهميه اكتر. ايه هي؟ لما يجي لك ترس مكسور وانت عاوز تعرف ده معمول مديول كام؟ فتقوم تعمل ايه؟ تعد عدد اسنانه، عرفت الان، وتقيس الايه؟ الديامتر بتاعه. عرفت الديامتر وعرفت عدد اسنانه، تعوض في المعادله دي تطلع تعرف مين؟ المديول بتاعه. فاي ترس تقيس القطر الخارجي، تعد عدد اسنان، تعوض في المعادله دي، تعرف هو الترس ده المديول كام، بحيث انك انت تعمل زيه، تطلع الايه؟ السكاكين الخاصه بيه. طيب الديدندم اللي هي الدايره بتاعت الروت بتاعت القاع هتساوي المديول مضروبه في ان ناقص ايه؟ 2.5، لان احنا قلنا الديدندم بتساوي 1.25، ف1.25 1.25 يعني 2.5. السيركلر بيتش اللي هو ده تعريفه، قلنا اللي هو القوس اللي هو بيساوي باي ام. تو سيكنس، شوف التعريف بتاعها هنا اللي هو الفيس ويدز والكلام ده كله اللي هو شرحناه على الايه؟ اعرف ايه اللي مطلوب في تصنيع التروس؟ بيقول لك الاكشوال تروس بروفايل ماست بي ذا سيم الثيوريتيكال بروفايل، يعني يبقى انفلوت مظبوط. التروس سبيسنج ماست بي يونيفورم، ما تبقاش في فراغ صغير وفراغ كبير. الاكشوال اند ثيوريتيكال بيس سيركل ماست بي كوان سايد كونسنتريك وذ اكسس اوف روتيشن، يعني الاكس اوف روتيشن اللي هو السنتر مع السنتر بتاع دايرة القاع مع السنتر بتاع دايرة البيتش مع السنتر بتاع دايرة الادندم، ده كله لازم يكون نفس السنتر، ما بقاش فيه اكسنتريستي بينهم. الفيس والفلانك سيرفيس ماست بي سموث، اديكوت شافت اند بيرنج ماست بي بروفايدد. طيب جيب مانيفاكشرنج بقى، الخطوات بتاعت قبل بنعمل البلانكا، بنقطع الاسنان، بعد كده بنعمل هيت تريتمنت، ونعمل بعد كده ايه؟ جرايندنج. في بعض الاحيان ما بنعملش جرايندنج، نعمل زي حاجه اسمها هوك هونينج او لابينج او شيفينج، وبعدين نختم بالهيت تريتمنت، لان العمليات دي الهونينج والحاجات دي بتتم الحاجات اللي هي ايه؟ مش معمول لها هيت تريتمنت. لو هنعمل هيت تريتمنت يبقى لازم بعديها يبقى ايه؟ جرايندنج. فدول ممكن ايه؟ نعمل هنا عمليه فينشنج وبعدين هيت تريتمنت. طيب نيجي هنا ازاي نعمل بقى ايه؟ نقطع التروس دي. في عندنا تو كاتيجوريز، فورمت كتر ميثود وجنريتنج ميثود. هنخش بقى هنا بقى ايه؟ كود الكلام اللي قلناه ده اهو، ده كان زي مقدمه عشان لما يتقال بريشر انجل، يتقال انفليوت، ما اعرفش ايه، مديول، تبقى انت فاهم ده هو ايه؟ وايه فائدته ايه؟ وليه عملنا ليه عملنا حاجه اسمها مديول؟ ايه هو البريشر انجل؟ تبقى فاهم الدنيا ايه؟ الحاجات دي مش مسميات بس بتتحفظ كده. عمليات القطع هنبدا نخش فيها بقى كده، اللي هي فورمت كاتر ميثود او جنريتنج ميثود. ايه هي الفورمت كاتر؟ الفورمت كاتر اني بجيب سكينه بشكل الفراغ، الفراغ اللي بين الاسنان. يعني انا دلوقتي عارفين انتم مثلا في الفريزه مثلا لو انا في الفريزة وعاوز اعمل ادي ايه؟ السكينة كده وهنا عاوز اعمل مجرى بالشكل ده، اعمل حاجه بالشكل ده، مجرى بالشكل ده.
شكل كده اهي، عاوز اعمل المجرى دي اهي، فبجيب سكينه بنفس الشكل ده، سكينه فريزه واخده نفس الشكل ده. ده على فكره هناخدها برضه مع بعض السنه الجايه، اللي هي في تصميم العدد ازاي نصمم الايه الفورم تول. سكينه بتبقى بالشكل ده. واخده نفس الايه؟ نفس الشكل بتاع الفورمه اللي انا ايه؟ عاوز وادي الاسنان بتاعها ايه؟ وهكذا. فدي سكينه فورمه. نفس الكلام في التروس، انا عاوز اعمل اسنان دي، فبجيب سنه واخد شكل الفراغ ده الجانبين بتاعها شكل الانفليوت، واخش اقطع بيها. ممكن تكون سكينه فريز، ممكن تبقى اند ميل، ممكن تبقى ميلين كاتر لو على شكل ديسك، او الاند ميل لو على شكل بن. ده ممكن اعمله سنجل بوينت تول، ممكن اعمل قلم زي قلم الخباطه كده، اعمله بنفس الشكل واركبه على مين؟ على الشيبر او على السلوتر، واخش بيه بس يبقى واخد نفس الشكل ده. يعني اعمل اداه القطع بهذا الشكل، سنجل بوينت تول، اعملها كده. واعملها كده. اهي تول كده، واركبها على المقشطه واخش بيها اقطع الفراغ اللي بين الاسنان. اوكي، ده كله بنسميه ايه؟ فورم كاتر. فورم كاتر يعني ايه؟ يعني عملت سكينه واخده شكل الايه؟ الفراغ. السكينه دي ممكن تبقى فورم الديسك كاتر على الميلينج، ممكن تبقى اند ميل، ممكن تبقى سنجل بوينت تول في الشيبنج او بلاننج، وممكن في البروتش. مش عارف ده بس بروتش ولا لا، السنه الجايه ان شاء الله هناخد تصميم البروتش ده ونشوف بيتعمل ازاي، بس مش عاوز اخش فيه عشان ما احناش ناقصين ايه نزود علينا حاجات. طيب، فالمهم اداه قطع واخده شكل الفراغ معايا. شوف بقى النقطه اللي احنا كنا لسه قايلينها دلوقتي، ده شكل البروفايل الانفليوت كان بيعتمد على مين؟ على البريشر انجل، وعلى عدد السنان، وعلى المديول، لان الانفليوت بيعتمد على مين؟ على البيس سيركل، والبيس سيركل القطر بتاعها ام زد كوزين ابصار. يبقى كل ما تغير حاجه في دول عاوز لك سكينه ثانيه. غيرت عدد السنان عاوز سكينه، لان الفورم هتتغير، الانفلوت شكله هيتغير. غيرت البريشر انجل تختلف السكينه، غيرت المديول تختلف السكينه. طب يعني ثلاث عوامل حاجه. طب انت عاوز هتجيب عدد منين ده كله؟ دي المشكله في الايه؟ في الفورم كات. زائد حاجه بقى، انك بتعمل سنه سنه، فبتحتاج لحاجه اسمها اندكسنج، راس تقسيم. يعني ايه؟ يعني تخلص المجرى دي اهي، عاوز تلف التبس زاويه معينه وتبدا تعمل المجرى اللي بعديها. طبعا الاندكسنج ده هيبقى فيه ايرور، عمره ما هيطلع سليم 100%. غير كده انت بتوقف عمليه القطع وتعمل اندكسنج، فبتزود الوقت اللي هو النون بريدكتيف تايم، الوقت اللي ما بتقطعش فيه، فالانتاجيه عندك قليله وتاخد وقت طويل، والاكيرسي واقعه ماشي. وكمان سكاكين القطع فيها مشكله، انك عاوز ايه؟ تجيب كميه سكاكين كتيره قوي عشان ايه؟ تقطع. فالطريقه دي اهي يعني لو برودكتيفيتي، لو اكيرسي، ها، بس بنشتغل بيها. بنشتغل بيها فين؟ في الاعداد الايه؟ القليله، الاعداد الكبيره. ماس برودكشن ما بتشتغلش. ماس برودكشن بن ايه؟
بنروح على الايه الطريقه الثانيه اللي هي الجينريشن بقى. الجينريشن بقى بتعتمد عليه، بس هنا في الحقيقه هنا في الفورمنج البروتش ده ماس برودكشن. البروتش عباره عن ايه؟ طب هقوله بسرعه كده، هو عباره عن يعني سي انك مثلا عاوز تعمل نجمه زي كده، عمود هنا كده، وعاوز تعمل فيه فراغ كده بشكل شكل النجمه دي. فبنعمل ايه؟ نجيب العمود ده القبلة القطر ده، ها اهو، نعمل رسمه جديده احسن، اجيب كده ده كده، اعمل فيه هول كده، احطه على المتقاب على المخرط اي حاجه اعمل فيه هول. وبعدين اجيب عمود، عمود بس العمود ده اللي هو بقى البروش، العمود ده كده بالشكل ده. الكروس سيكشن بتاعه لما تيجي تقطعه هو نفس الشكل اللي انت عاوزه، يعني مثلا انت عاوز الهول دي تبقى كده بالشكل ده، او عاوز زي ما قلنا النجمه دي اهي، الكروس سيكشن بتاعه ده اهو، ها هو نفس الايه الشكل ده. وبعدين بتقسمه الاسنان معايا، اسنان، وتخش بالعمود ده اهو، تخش بالعمود ده هنا في الهول ده اهي، تخش بيه كده، فيبدا هو يفحت، انت بتزقه يا اما بتسحبه، يا اما بتحطه من فوق وتضغطه للاسفل او هوريزونتال، يا اما ايه تاخد الطرف بتاعه وتشده، يا اما بول يا اما بوش. يقوم لما يخش هو تيبر، فالاسنان بتبقى موجوده هنا كده، اسنان هنا بتاعته اهي، فكل السنه بتبقى اكبر من مين؟ من الثانيه، بحيث ان هما لما يطلع هنا عامل زي المنشار كده يعني، بحيث ان هو في النهايه لما تدخله في الهول ده وهو بالكروس سيكشن ده يقوم يديك الكروس سيكشن اللي هو ايه الستار ده. فنفس الكلام ممكن اعمله بشكل الترس، بس هيبقى مكلف جدا البروتش بهذا الشكل، ونقوم عاملين له يا بوش يا ايه يا بول جوه الهول، يقوم يشكل لي الهول ده يقطع فيها على هيئه الايه الترس الداخلي، وممكن نعمل كمان ترس خارجي. دي انتاجيته عاليه جدا والاكيرسي بتاعته عاليه جدا، لو ده السنه الجايه ان شاء الله ايه تاخدوا التصميم بتاعه. خلاص؟ فده بس عشان يبقى الكلام واضح ان السنجل بوينت تول والاند ميل والديسك دول هم اللي هم بور اكيرسي، بور برودكشن، برودكشن قليل وهكذا، انما البروشنج لا، ده هاي اكيرسي. هاي اكيرسي وهاي برودكتيفيتي. خلاص؟ طيب. بس برضه محكوم بالتروس حجمها صغير. الجينريشن ميثود، الجينريتنج ميثود بقى ايه بقى؟ الجينريتنج ميثود اني بعمل ايه؟ بقول انا هجيب ترسين يعشقوا مع بعض. ترسين. بس هعمل واحد فيهم ايه؟ على شكل سكينه. معايا ازاي؟ هعمل واحد على شكل ايه؟ سكينه. وعشقه مع ترس تاني، يعني لو ترسين عاديين مثلا هوريك مثلا كمثال. Gears are mechanical components used to transmit power and motion through the successive engagement of their perfection of rotation and vice versa. And here form that that broach, بص البروتش اهو كويس احنا شفناها كده، بص اهو ارجع تاني اوريك البروتش. بص اهو ده البروتش اهو، بص اسنان ومتدرجه فين؟ في الارتفاع، عشان كل سنه ما تقطعش العمق كله، تقطع ايه عمق قليل وبعد تزيد العمق وهكذا، ده يخش جوه الترس يفتح الاسنان كلها، ده البروتش. بص هنا اهي، بص هنا ادي البلانكه اهي، وادي السكينه، بس السكينه معموله على شكل ايه؟ على شكل ترس دوده. ماشي؟ ترس دوده اهو،
وبعدين انا بلففهم مع بعض كانهم ترسيم بالظبط، وبتحكم في الايه في الريشيو بين عدد لفاتهم. لما بتتحكم في الريشيو بعدد اللفات عدد السنان دي يطلع. يعني لو خليت دي، لو الدودة دي باب واحد وخليت نسبة الدوران 60، دي كل ما دي تلف 60 لفة دي تلف لفة يطلع لك 60 سنة. لو خليت دي تلف لفة دي تلف 80 يطلع لك الترس 80 سنة. فما فيش اندكسنج. وبعدين كل السنان بتتعمل مع بعضيها. طب شكل الانفليوت بيجي منين؟ ما بيجيش من شكل السنة هنا، لا ده بيجي من الحركة نفسها، لأنك أنت حطيت ده هو عملت ده كأنها السكينة دي كأنها انفلوت وورم، والترس ده هيطلع انفلوت وورم نتيجة أنك اتحكمت في الحركة وخليت السكينة بشكل الانفلوت معايا، شكل الانفلوت بتاعها أوكي، ودورتهم مع بعض بالنسبة اللي أنت عاوزها، يديك عدد السنان ويديك الانفلوت. لا انت محتاج تعمل السكينه بشكل معين زي ما هنشوف لما نروح السكينه دي. السكينه دي تعتبر راك، فالجانبيه بتاعتها بتبقى عدله زي ما قلت لك. الراك بيبقى الجانبيه بتاعته عدله بميله بزاويه اللي هي البريشر انجل، فبيبقى سهل ان اصنعها بالك. والفف اتحكم بقى انا، بحط مجموعه تروس اللي هي بتربط الحركه بين الاثنين فيديني العدد السنان اللي انا عاوزه بدون ما احتاج ايه اندكسنج. وعملية القطع هنا مستمرة ما فيهاش أي انقطاع من أول ما الترس يتحط لحد ما إيه يخلص. الورم دي بتنزل لحد ما تطلع الإيه؟ ده أسلوب تاني أهو. بص أهو الهابج أهو إيه؟ أنا عاوز أوريك بقى السكين، أدي السكينة أهي واخد بالك؟ أهي إيه اللي حصل فيها؟ بس عملنا الشق ده شقوق ده. طب ليه عملنا شقوق ده؟ ما لو هي حلزوني زي البريمه يعني الدوده العاديه مش هيبقى فيها اسنان. فانا الشق ده خلى اسنان، بقى هنا في حدود ايه قطعه. مجرد انك عملت الشق ده وبعدين السطح الفوقاني ده ميلته شويه عشان تديله فريكشن، والسطح القداماني انت ميلته شويه او خليته عدل عشان تديله جرف، يعني عدلت شويه تعديلات في الترس بحيث بقى السكينه تقطع. انما هو شغال كانه ايه؟ كانه ترس. فخليت الكتر يعني هما ترسين معشقين مع بعض، بس عدلت في واحد عشان يقطع في الايه؟ في البلانكه. خلاص البلانكه تطلع لك بعدد السنان حسب عدد حسب نسبه الدوران، والانفلوت يطلع الكيرف بتاعه مظبوط مهما كان عدد الايه؟ الاسنان. اوكي؟ دي اللي هي ايه؟ ده الهوبنج اللي هي احد الايه؟ عملت الجنريشن. فالجنريتنج ميثود اللي هو في نوع راك تو سكتر، اللي هو الكتر هنا بيبقى على شكل راك شكل جريده، او بينيون شكل ترس عادي، او هوب زي اللي احنا شفناه بيبقى الكتر هنا على اي الدوده، او البيفل جيب جنريتور. ده مش هنلحق نشتغله البيفل، انما هما الثلاثه اللي احنا الاولانيين دول اللي ايه هنشتغلها. فاحنا هنشتغل اول واحده هنا اللي هي الفورم ديسك كتر، والثلاثة دول A B C A هنا و A B C في الثلاث طرق دول. خلاص؟ طيب تعال نشوف هنا بقى إيه أول حسبة هناخدها. سبير جير 40 سنة، مديولا 4، بريشر أنجل 20. عاوزين إيه؟ نجيب الحاجات دي. إيه هو الأدندم؟ الديدندم، التو ستيبس، الدامتر بتاع البيتش سيركل، الدامتر بتاع الأدندم اللي هو البلانكا، الدامتر بتاع حكام، الدامتر بتاع الروت، والدامتر بتاع البيس سيركل. الادندم اربعه لان المديول اربعه فالادندم اربعه. طب الديدندم واحد ربع في الاربعه خمسه. طب الدبس كله اللي هو عمق القطع بتاعتنا كل كام؟ اتنين وربع المديول اللي هو كام؟ طب الدامتر بتاع البيش سيركل المديول في عدد اسنان ام في زد 44. طب الدامتر بتاع الادندم هزود اتنين مديول على البيتش ده، اتنين مديول يعني 8 يعني 8 ايه 168. احسبه ازاي؟ 4 في عدد السنان زائد 2 168. الديامتر بتاع الروت هشيل من الايه؟ من ال 40 اشيل 2.5، هنا بزود 2 على ال 40 سنه بزود 2، انا بشيل 2.5 واضرب في المديول يبقى 150.
الديامتر بتاع البيس سيركل هو الديامتر بتاع المديول اضربه في كوساين 20 اللي هو 150 وايه؟ و4 3. طيب ايه الامبورتنت نود؟ الديامتر سيركل الاكسترنال سيركل اوف ذا جيب بلانك اند ذا روت سيركل كود بي ديفايند فيزيكالي. الاديندر والروت سيركل ممكن تشوفهم فيزيكالي تحسهم تقيسهم بالبوكليس بالمايكرومتر. انما البيس سيركل والبيس سيركل دول ايماجينري مش موجودين قدامك مش هتعرف تقيسهم بايه؟ مباشرة يعني بنقدر نحسبهم بقياسات معينه برضه الكلام ده هتاخده في القياس السنه الجايه انما مش هتشوفهم يعني. طيب احنا بقى لنا حوالي ساعتين بس هو المحاضره المفروض ثلاث ساعات بس قلت انا عشان ايه خاطركم كده اول محاضره هنخليها ساعتين بس انما يوم الاربعاء هتبقى محاضرتنا 12 ونص هتبدا ايه؟ هتبقى من 12 ونص احنا المفروض دينا اربع ساعات محاضرات في الاسبوع. ومش هنقدر نختصر فيهم عشان نلحق نخلص حاجات. فيوم الاربعاء الجاي ان شاء الله تبقى من 12 ونص لحد 4 ونص. والعملي هيبقى نص السكشن هيحضر الايه الاسبوع الجاي والنص الثاني الاسبوع اللي بعديه يوم الاثنين ان شاء الله. اوكي؟ في اي اسئله؟ معايا ولا نمت ولا رحتوا فين؟ فين مع حضرتك؟ لا مع حضرتك. طيب بس بقى منكم بس يعني العمليه مش مستحمله انك تسمع المحاضره وترميها مفيش ده هم اربع اسابيع هتمتحنك وطبعا انتوا عارفين انا قلت ايه الاسبوع اللي جاي عملي واللي بعديه عملي واللي بعديه هيبقى فيه كويز فيعني الحق نفسك لان احنا ايه هتلاقينا طايرين شويه يعني. ماشي نشوفكم الاربع ان شاء الله 12 ونص الظهر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.